أنا عندما اعتقلت في زمن النظام السابق المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، خلال الاعتقال التقيت ببعض المعتقلين، اطلعت على أحوال بعض المعتقلين، سمعت من المعتقلين، ممن اعتقل تحت عناوين المهدي والمهدوية. ليست دعاوى المهدي والمهدوية هي دعاوى حديثة، دعاوى المهدي والمهدوية قديمة سابقة، دعاوى المهدي والمهدوية هي من مقدمات دعوى المغالاة، من مقدمات دعوى الألوهية، من مقدمات دعوى مرجعيات السب الفاحش والفسق والفجور. استغل اسم الإمام المهدي سلام الله عليه وقضية الإمام المهدي سلام الله عليه لتحقيق المصالح والمنافع الشخصية والمفاسد على الأرض، كما استغل ويستغل اسم الإسلام لتحقيق المنافع و تحقيق وإشاعة المفاسد، كما استغل اسم السيد المسيح عليه السلام ودين المسيحية لتحقيق المصالح والمنافع الشخصية عند الكنيسة. وسبقهم أيضا علماء ومراجع ووكلاء ومعتمدو مراجع اليهود، إذن سبقوهم باستغلال الدين من أجل المصالح والمنافع الشخصية. قتلوا الناس باسم دين اليهودية، قتلوا الناس باسم دين المسيحية، وقتلوا الناس باسم دين الإسلام، باسم اليهودية، باسم المسيحية، باسم الإسلام، باسم الطائفة السنية، باسم الطائفة الشيعية، يقتل الناس باسم مرجعية فلان، تقتل الناس. يأتون بهذا المفتري وبذاك الأفاك، بهذا الباغي وبذاك الباغي، بهذا السياسي وبذاك الإعلامي، ويلصقون التهم بهذا وبذاك. يأتون بهذه الفضائية وبتلك الفضائية فيلصقون التهم بهذا وبذاك.